فمحدش هيسكت على هذا الامر. خلينا نروح لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. مساء الخير يا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. هل بيتم مجامله النادي الاهلي في وجود كلاتنبرج زي ما كابتن عصام عبد الفتاح قال امبارح في برنامج ابراهيم فايق؟ كابتن ابراهيم فايق يعني قولا واحدا في البدايه كلاتنبرج لم يجامل احد يا كابتن اسلام. قولا واحدا كلاتنبرج لم يجامل احد من الانديه، والكلام ده عاري تماما من الصحه. دي البدايه. ولكن كابتن اسلام قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اي انسان بيتكلم لابد ان يكون عنده برهان او سند او دليل. طب انا هجيب لك الدليل يا كابتن اسلام، بس تصبر عليا من فضلك لو سمحت. الاهلي لعب مباراه فاركو في الجوله 28 بتاريخ 3/28/22. النتيجه كانت 1-1، النادي الاهلي خسر نقطتين. بيستاو احرز هدف في الدقيقه 70 البدايه. حصل ان المساعد رقم 2 اشار على احتساب الهدف وما كانش فيه تسلل، ثم بعد مراجعه الفار، وهقول لك قصه الفار دي يا كابتن اسلام لان الكلام اللي بيتقال عاري تماما من الصحه من كابتن عصام. كابتن عصام طبعا صديقي وعزيزي وله كل الاحترام والتقدير، واشتغلنا مع بعض تقريبا 6 أو 7 سنين. ويمكن انا اكتر من مره قلت له عصام ما فيش داعي انك انت تشرك الانديه، وافصل تماما ما بين الانديه وما بين شغلك كرئيس لجنه الحكام. عاوز تتكلم في حالات تحكيميه اتكلم في حالات تحكيميه، عاوز تتكلم في تطوير تحكيم اتكلم، انما ما تروحش ناحيه الانديه لانك انت كده بتعمل معركه بدون اي سبب. نعم. هرجع للواقع كابتن اسلام. الاهلي لعب في الجوله 28 خسر نقطتين في هدف صحيح مليون بالمئه. الكل كل المشاهدين كل الخبراء اعترفوا بان الهدف صحيح وان الخطوط لم ترسم بشكل صحيح على بيرستاو واخر مدافع من نادي فاركو. كلاتنبرج وصل 6-8 يا كابتن اسلام، 6-8 يعني بعد مباراه النادي الاهلي وفاركو تقريبا بثلاث ايام لما رجع كلاتنبرج لم يشاهد المباراه، لم يحضر المباراه، اما عمل اجتماع حصل كالاتي. انا بحكي لك الواقعه وكل اعضاء لجنه الحكام كانت موجوده في هذا الاجتماع. عرضوا على كلاتنبرج هذه الحاله اللي هي حاله بيرستاو اللي الكل اجمع ان هي هدف. اول حاجه قالها قال ان النقاط مش محطوطه بشكل صحيح، ده الكلام اللي قاله كلاتنبرج نتيجه ان تقنيه التسلل ما كانتش كابتن اسلام ما كانتش متحدثه. وعاشور ذات نفسه عاشور بالعين المجرده هو قال ان انا شايف اللعبه سهله وان بيرستاو مضغط. عاشور كل ما كان يحط النقط الفيرجن مش جديد كان يطلع له الحاله تسلل، عملها 3 مرات يا كابتن اسلام. في الاخر عاشور مش مقتنع ولكن الجهاز صلحها له تسلل. كلاتنبرج نرجع لكلاتنبرج ما قالش ابدا ابدا ولا لعب في الخطوط. الراجل جه لسه جاي بيوروا له الحاله، قال لهم يا جماعه الخطوط بتترسم من عند الكتف مش من عند الجزء اللي هو بتاع اللاعب الاهلي، وبالتالي من وجهه نظري ان الخطوط غير صحيحه وبالتالي انا شايف ان الهدف هدف صحيح. ولكن كلاتنبرج لم يلعب في الخطوط والكلام ده عاري تماما لكابتن اسلام من الصح. طيب حصل بعد كده يا كابتن اسلام، احنا بنتكلم على موضوع كلاتنبرج، وكلاتنبرج طبعا اعتقد النهارده طلع رد وقال كل هذا الكلام. بعد كده اللي هو الكابتن عصام بيعيب على فيتور بيريرا بان هو عين احمد الغندور ومحمود البنا بعد مباراه الزمالك والمصري، وقال ان كان يجب على فيتور بيريرا ان هو ما يلعبهمش، هذا التوقيت كان توقيت صعب وكان المفروض يريحه. هرجع للجوله 30 يا كابتن اسلام، تم تعيين محمود عاشور. محمود عاشور على فكره الراجل من الحكام المتميزين يا كابتن اسلام جدا، وعلاقته طيبه قوي قوي، ويمكن احنا هنا اشدنا بيه من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال حضرتك انك انت جبت عاشور واشدت بيه في صوت الامم الافريقيه، والامور هديت والامور بقت زي الفل. ليه يا كابتن عصام عاوز ترجع تاني قصه محمود وتدخله وراجل عنده اولمبياد؟ طيب هرجع تاني بس للنقطه المهمه يا كابتن. كابتن عصام النادي الاهلي طبعا من حقه ان هو يدافع عن حقه وعمل بيان بعد هذه المباراه. فوجئنا ان الكابتن عصام بيعين محمود عاشور في الجوله 30 مباراه غزل المحله وبيراميدز بتاريخ 9/28/22، كان الحكام امين عمر، هاني عبد الفتاح مساعد اول، سيد نافع مساعد ثاني، علي السعيد رابع، محمود عاشور على الفار ومكان يعني معاه. يعني يا كابتن ناصر حضرتك عايز تقول اللي هو كان بينتقده امبارح ولا اول امبارح هو عمله قبل كده.
بالظبط. انا النهارده طيب. في تناقضات غريبه جدا، انت بتلوم فوتير بيرير عشان ازاي لاعب البنا والغندور، وفي نفس الوقت انت حضرتك لما كنت مسؤول عينت محمود عاشور في مباراه في الاسبوع 30 نفس بعد الجو الاهلي. تمام يا كابتن اسلام؟ وصلت. اه وصلت يا كابتن. وصلت. الشيء الثاني المهم يا كابتن اسلام، انا هرجع لبعض الحالات التحكيميه، وانت قلت حاجه مهمه، احنا عملنا حلقه. بص يا كابتن بص يا كابتن ناصر معلش، اصل لو رجعنا لحالات تحكيميه، ما احنا عندنا حالات تحكيميه كثيره جدا جدا جدا، وحضرتك كنت بتبينها في الاستوديو التحليلي، واحنا هنا في البيت الكبير كنا بنتكلم فيها قبل كده. فاحنا انا عايز اتكلم في حاجات، يعني هل حضرتك شايف ان الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام السابق لاتحاد كره القدم وللدوري العام المصري من سنتين ولا من ثلاث سنين يجب عليه الاعتذار لجمهور النادي الاهلي من خلال الكلام اللي قاله؟ هل حضرتك معايا في هذا الكلام؟ انا مؤيد تماما يا كابتن اسلام، لان هذا الكلام كلام خطير خطير جدا جدا جدا. النادي الاهلي والانديه الكبيره يا كابتن لا يحق ان اي حد، هذه الانديه انديه قمه وانديه رموز وانديه مؤسسات، انا كحكم او رئيس لجنه الحكام لا يجب اطلاقا ان انا اتكلم على النادي بهذا الشكل، وانا ما عنديش سند ولا دليل على ان الكلام ده، لان الكلام ده كلام خطير. واعتقد لو جلاتنبرج النهارده، جلاتنبرج النهارده لو حاسب عصام على الكلام ده، اعتقد الامور هتمشي بشكل مش جيد بالنسبه لعصام. انا بشكرك. عايز تقول حاجه ثانيه يا كابتن ناصر؟ لا طبعا 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 يا كابتن عصام، من فضلك وانت صديق ليا عزيز، من فضلك النادي الاهلي او الانديه الكبيره لا تتدخل في شؤونها، لان لما كنت انت رئيس لجنه الحكام ما كانش حد بيتدخل في شؤونك. هذه الانديه ليها جماهير، هذه الانديه ليها مؤسسات، ليها لجان، ليها كل ما هو يجب ان احنا نحترمه، ولابد ان احنا كعناصر اللعبه لابد نحترم الانديه، لان دوت من شانه يعلي التطوير التحكيمي. انا كنت اتمنى كابتن اسلام في هذه الحلقه وفي قامات كبيره، كابتن جمال غندور طبعا حاجه جميله جدا وكان موجود، اتكلموا يا جماعه على مشاكل التحكيم، ازاي نطور التحكيم، صحيح، ازاي يبقى في حاجات مهمه للحكام، ونطور التحكيم ازاي، مش نخش في قضايا شخصيه، نخلي الدنيا تبقى مش ماشيه بشكل كويس، وده اللي نتمناه خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا، المحاضر والمراقب الدولي كابتن ناصر عباس.